مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بتازا بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة من توقيف مستخدم بنكي بمدينة طنجة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من الوكالة البنكية التي كان يعمل بها بتازا، وفق بلاغ امني فقد جرى توقيف المعني بالامر بمدينة طنجة بعد عملية تتبع ومراقبة مستمرة، مشيرا الى ان عملية التتبع والبحث والترصد تمكنت من تحديد مكان تواجده بمدينه طنجه لتنتقل على إثر ذلك الفرقة الجنائية والقسم القضائي الخامس إلى المدينة وتقوم بتوقيف المشتبه فيه على مستوى إحدى المقاهي بالمدينة وتقوم بعد ذلك باستقدامه إلى مدينة تازة وتعود فصول القضية إلى تاريخ التاسع من أكتوبر 2021 حينما تقدم المدير الفرعي لوكالة بنكية بمدينة تازا بشكاية إن لدى المصالح الأمنية يفيد فيها بتعرض الوكالة البنكية لعملية اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من قبل مست مستخدم مكلف بالصندوق يبلغ من العمر حوالي 23 سنة قبل أن يختفي عن الأنظار بعد ارتكابه لفعله الجرمي